يا امير انت بتجيب يعني الخلاصه، اخبارك ايه؟ تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، وتحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قاعد انت في الدفا كابتن ميدو واحنا في الثلج هنا. الله الله الله، ما انت كنت قاعد قبل كده على البسين يا امير وما رضيتش اتكلم، وفي تونس ويعني وهتروح المغرب، مش عايز اقعد اتكلم بقى يعني، شفت؟ ايوه كده. وبعدين انت بدات بقى اللبس والشياكه والحلاوه، فلا خليني ساكت حبيبي يا كابتن. يعني بصراحه يا جماعه كل مراسلنا واجهه مشرفه تضيق بقناه الاهلي، يعني حاجه جميله جدا طبعا زي الفل، وحاجه جميله جدا. اتفضل يا امين. طبعا خلاص يا كابتن ميدو، النادي الاهلي انهى استعداداته النهارده للمباراه المهمه والمرتقبه امام فريق الوداد المغربي في ذهاب دور النهائي من دوري ابطال افريقيا، واللي اكيد بنتمنى ان شاء الله فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. مباراه الذهاب تكون مباراه تدي اريحيه بشكل او باخر ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه العوده في كازابلانكا. لكن خليني بالتحديد نتكلم عن مران الفريق النهارده او امبارح والنهارده، اكيد كانوا تدريبين مهمين جدا. تحديد مران الامس كابتن ميدو، يمكن ما فيش ناس كتير شافت التدريبات امس، لكن التدريبات كانت عباره عن تدريبات تكتيكيه من الدرجه الاولى من كابتن حسام البدري للاعبين. كابتن حسام البدري اكيد كان بيستقر على الشكل التكتيكي السيناريو اللي هيبتدي بيه هذه المباراه، خصوصا خلاص ان احنا في المرحله النهائيه في البطوله، واكيد النادي الاهلي متعودين دايما لما بيوصل للنهائي بيفوز بالبطوله، مفيش غير مرتين بس النادي الاهلي ما قدرش ان هو يفوز بهذه البطوله. لكن خلاص لاعبي النادي الاهلي من الناحيه التكتيكيه بالتحديد، وبالتحديد في مران الامس الكابتن حسام البدري خلاص بالمعنى العامي كده خلاص حفظهم كل حاجه خاصه بهذه المباراه. مران النهارده كان ايضا مران خفيف نسبيا، خصوصا ان خلاص المباراه غدا، في الطبيعي ان مفيش اي احمال بدنيه عاليه للاعبين، بالتالي النهارده كان مران شمل بعض التدريبات البدنيه خفيفه جدا وايضا بعض تدريبات الكره. لكن كان الاهم وهو التقسيمه اللي كانت في اخر المران، كانت تقسيمه قويه شارك فيها كل اللاعبين زي ما احنا عارفين يا كابتن ميدو. 23 لاعب من النادي الاهلي متواجدين في القائمه الخاصه او متاحين للكابتن حسام البدري بالنسبه لهذه المباراه، طبعا في ظل غياب كل من صالح جمعه وحسام عاشور، اكيد غيابين مؤثرين بالنسبه للنادي الاهلي. لكن ان شاء الله النادي الاهلي عنده البدائل، كابتن حسام البدري عنده البدائل ان شاء الله تقدر تعوضهم ويقدروا من خلالها ان احنا نفوز في مباراه الغد. طبعا التقسيمه في نهايه المران تالق فيها اكثر من لاعب، بالتحديد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد خلاص جاهز بنسبه 100% ان هو يشارك في المباراه، اكيد هيشارك من بدايه هذه المباراه، تالق بشكل ملفت خلال التدريبات. ايضا نفس الحال بالنسبه لهشام محمد اللي بيشارك بقوه خلال تدريباته، ايضا تالق بشكل كبير، واللي يمكن شهيته خلاص اتفتحت جدا وليد ازار، وبيأدي تدريبات بشكل اكثر من رائع النهارده خلال التقسيمه، قدر انه يحرز ايضا اكثر من هدف، ده ناتج اكيد عن الروح المعنويه العاليه بعد احرازه ثلاث اهداف اخيرا في المباراه الاخيره امام فريق النجم الساحلي، واللي انتهت بنتيجه كبيره جدا 6-2 للنادي الاهلي. فبالتالي كل لاعبي النادي الاهلي خلاص جاهزين، سواء من ناحيه البدنية، من الناحية الفنية، من الناحية النفسية، معنويا أيضا لاعبي النادي الأهلي معنوياتهم مرتفعة جدا، خصوصا بعد زي ما قلت لك كسبنا المباراة الأخيرة بنتيجة كبيرة جدا، ده دافع معنوي كبير جدا بالنسبة للنادي الأهلي، خصوصا أيضا في ظل حضور عدد كبير من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله غدا 50,000 متفرج، وشفنا مدى تأثيرهم في المباراة الأولى، وكان أكيد ليهم مفعول السحر في فوز النادي الأهلي بهذه النتيجة الكبيرة. إن شاء الله يكون ليهم مفعول كبير جدا أيضا خلال المباراة غدا، وإن شاء الله النادي الأهلي يقدر يفوز أيضا بنتيجة تدي أريحية إن شاء الله للفريق في مباراة العودة في كازابلانكا. لكن برنامج الفريق النهاردة كابتن ميدو، يعني النهاردة كان في محاضرتين من كابتن حسام البدري، محاضرة كانت بعد الفطار الصبح أكيد اتكلم فيها عن بعض الأمور الخاصة للاعبي النادي الأهلي، بعض التحركات اللي أكيد عايز ينفذها خلال المباراة، الشكل أو السيناريو اللي عايز يبتدي بيه هذه المباراة. أيضا النهاردة كان في المران زي ما قلت لك، بعديه كان في مؤتمر صحفي للكابتن حسام البدري واللي اتكلم فيه عن استعدادات الفريق لهذه المباراة. بعديها مباشرة وصل الفريق للأوتيل، تناول وجبة العشاء، بعد العشاء مباشرة أيضا كان في المحاضرة الأخرى من كابتن حسام البدري النهاردة، وأكيد كانت أيضا محاضرة مهمة، وهي المحاضرة اللي قبل الأخيرة. بكرة هيكون محاضرة واحدة بس الكابتن حسام البدري، وهتكون بالتحديد قبل تحرك الأوتوبيس مباشرة لاستاد الجيش ببرج العرب،
والاستعداد لهذه المباراة الهامة. الأمور بشكل عام ماشية بشكل جيد جدا، في حالة تفاؤل واضحة جدا على وجوه لاعبي النادي الأهلي، طبعا مصاحبة الحالة الجدية الواضحة جدا عليهم، هم خلاص جاهزين بشكل كبير، خلاص عايزين يسعدوا كل جمهور النادي الأهلي. احنا عملنا مشوار طويل جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وصلنا للمباراة النهائية لكن لسه ما حققناش اللقب، وده اللي أكيد كل لاعبي النادي الأهلي مدركينه. الأهم هو الفوز بالبطولة وتحقيق هذا اللقب وعودته لدولاب بطولات النادي الأهلي وإسعاد كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله من خلال المباراتين. زي ما احنا عارفين المباراة مش هتخلص بكرة، مش هتحسم يعني النادي الأهلي، أو النتيجة مش هتحسم بكرة خلال مباراة الغد، لكن هتحسم أكيد في المغرب وبالتحديد ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا. خليني اقول لك يمكن الاجواء في المغرب كمان يا كابتن ميدو بتبقى صعبه جدا، جمهور متحمس قوي، جمهور الوداد طبعا هناك الاستاد بيبقى ممتلئ عن اخره، فبالتالي لاعبي الوداد او حسين عموته طبعا المدير الفني لفريق الوداد عامل حسابه بالتحديد على هذه النقطه. اكيد بكره ده مؤكد، بكره هيلعب بشكل دفاعي نسبة كبيرة أمام النادي الأهلي على أمل إن هو يحقق نتيجة يمكن إيجابية بالنسبة له، وده إن شاء الله ما يحصلش، وعلى أمل أيضا إن هو في مباراة العودة يقدر يفوز زي ما هو متعود السنة دي قدر إنه يفوز في كل مبارياته تقريبا على أرضه في كازابلانكا وأستاد محمد الخامس. لكن الأمور إن شاء الله كلها ماشية بشكل جيد، النادي الأهلي خلاص مستعد بشكل جيد جدا لهذه المباراة. كابتن ميدو لو في أي استفسار أنت وضيوفك اتفضل. أكيد يا أمير، يعني أنا عايز أسألك الأول، طمني على الكابتن حسام، وكان طبعا عرفنا أن بنته تعرضت لحادث، أنا عايز طبعا تطمن الناس على الموضوع ده، وبعد كده تقول لي كمان من الأقرب للمشاركة كديفندرات للنادي الأهلي، هل هو أحمد فتحي مع السلية ولا رامي ربيعة مع السلية وأحمد فتحي يرجع باك رايت؟ طيب خليني في البداية أطمنك على نجلة كابتن حسام البدري، يمكن هي خلاص يعني حالتها في تحسن مستمر، وكابتن حسام أكيد متابع الحالة أكيد، فبالتالي هي حالتها في تحسن، وده شيء يمكن جيد وإيجابي قبل المباراة. أكيد الموضوع كان واخد جزء من ذهن كابتن حسام البدري، لكن كابتن حسام البدري مدرب محترف ومدرب قدير، عارف أكيد النادي الأهلي مقبل على مباراة مهمة، في نفس الوقت هو خلاص اطمن على بنته وهي أكيد بحالة جيدة دلوقتي. لكن بالنسبة للديفندرات يا كابتن ميدو في هذه المباراة، فخليني أقول لك إن الأقرب هيكون رامي ربيعه، خصوصا في ظل تألقه في المباراه السابقه واحرازه هدف رائع، وايضا بخلاف الهدف ادى مباراه يمكن اكثر من رائعه وقدر نعوض غياب حسام عاشور، فالاقرب اعتقد يعني الاقرب هيكون بجوار عمرو سليه هو رامي ربيعه مع عوده احمد فتحي، وهي العوده المهمه جدا اكيد في ناحيه اليمين كباك رايت. ده طبعا ما يقللش من محمد هاني واللي ادى اكيد مباراه كبيره جدا، هو احد طبعا اللاعبين اللي لهم مستقبل كبير مع النادي الاهلي، لكن هو ده يمكن الاقرب حتى الان، ده لسه اكيد كابتن حسام بدري ممكن يكون ليه وجهه نظر اخرى خلال التشكيل بالتحديد ككل، لكن زي ما قلت لك الاقرب هيكون رامي ربيعه هو اللي هيكون في نص الملعب. يعني امير الحمد لله احنا اطمننا طبعا على كابتن حسام بدري وبنته، ان شاء الله كل الدعاء ليها بالشفاء العاجل ان شاء الله. قول لي برنامج الفريق ان شاء الله بكره بعد المباراه هيكون ايه؟ طيب بكره بعد المباراه لا خليني اقول لك البرنامج من اليوم الاول يا كابتن ميدو، من اول اليوم خالص في البدايه طبعا هيكون في الفطار الخاص بلاعبي النادي الاهلي، بعديها هيكون في الغداء، الغداء هيكون في تمام الساعه 2 مساء، بعديها طبعا اللاعبين هيتوجهوا للغرف الخاصه بيهم عشان يستعدوا ان شاء الله للمحاضره الاخيره من كابتن حسام البدري، واللي هتكون بالتحديد في تمام الساعه 5 مساء وهتستمر من حوالي 15 ل 30 دقيقه، بعديها هيتم التحرك مباشره لملعب المباراه عشان يوصلوا قبل ساعه ونص من بدايه هذه المباراه الهامه. بعد المباراه ان شاء الله، واللي اكيد نتمنى النادي الاهلي يكون حقق فيها نتيجه كبيره ونتيجه جيده قبل مباراه العوده، بعد المباراه مباشره طبعا هيكون في تدريبات بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن يكون لسه يعني لسه مش عارفين، ممكن يكون في يوم راحه، لكن الفريق هيواصل استعداداته طبعا لمباراه العوده، وهيتم السفر للمغرب ان شاء الله يوم 1 في الشهر استعدادا لهذه المباراه عشان يوصل الفريق هناك ويكون ليه تدريبين تقريبا قبل بدايه هذه المباراه، يستعد من خلالهم بشكل اكبر لمباراه العوده واللي هي هتكون اكيد هي المباراه الحاسمه. لكن هو الاهم يا كابتن ميدو ان شاء الله مباراه الغد النادي الاهلي يحاول بنسبه ان شاء الله او باخرى ان هو يحقق نتيجه كبيره تريحه شويه في مباراه العوده، عشان زي ما قلت لك الاجواء هناك يمكن صعبه شويه، فان شاء الله ماتش بكره هو الاهم، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه كبيره، نتمنى 2-3-0 تبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله للنادي الاهلي،
وبعديها ان شاء الله مباراه العوده النادي الاهلي توج باللقب في المغرب، ونرجع ان شاء الله كلنا بالكاس بقى فرحانين، وكل جمهور النادي الاهلي يكون فرحان ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله. انا قصدي يا امير ان البرنامج طبعا هو معروف، الاهلي هيبقى فيه غدا ويبقى فيه محاضره للكابتن حسام الماتش، يعني الاهلي هيرجع بعد المباراه على طول، ولا ممكن الكابتن حسام بدري يفضل راحه اللاعبين في برج العرب قبل بعد المباراه؟ لا لا، مؤكد ان الفريق هيرجع بعد المباراه مباشره، يعني دايركت من الملعب ان شاء الله على القاهره اكيد، عشان اللعيبه ياخدوا يحاولوا ياخدوا اكبر قسط من الراحه قبل استئناف التدريبات، ومن المحتمل زي ما قلت لك ان يكون ثاني يوم للمباراه مباشره يكون اجازه بالنسبه للاعبين، وبالتحديد اللاعبين اللي هيشاركوا في المباراه بشكل اساسي. اللاعبين اللي مش هيشاركوا في المباراه بشكل اساسي اكيد هيكون ليهم تدريبات بدنيه قويه مع اللاعبين المستبعدين او اللي مش مقيدين اصلا في القائمه الافريقيه، لكن بشكل عام كل اللاعبين النادي الاهلي ان شاء الله كابتن ميدو هيكونوا قد الحدث، ان شاء الله هيقدروا ان هم يحققوا هذه البطوله الغاليه، خصوصا ان هم خلاص مدركين اهميه البطوله، مدركين اهميه الوصول لكاس العالم للانديه، وده يمكن بقالنا كتير ما وصلناش. احنا كجمهور النادي الاهلي متعودين دايما النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، ان شاء الله نرجع نلعب في كاس العالم للانديه ان شاء الله تاني يا كابتن ميدو، والنادي الاهلي يقدر ان هو يتوج بهذه البطوله ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا يا امير جدا، ويعني سهرناك ولا ايه؟ ان شاء الله. لا لا معاك يا كابتن، او لغايه الصبح معاك مفيش مشكله. يلا انت دايما كده يعني التعب في النادي الاهلي بيبقى راحه وسعاده. شكرا جدا لامير هشام مراسلنا الجميل على هذه التغطيه المميزه. يعني ما تنسوش يا جماعه قبل ما طبعا ما اروح لضيوف الكرام نبدا نتكلم في تفاصيل لقاء الاهلي والوداد بكره ان شاء